حقيقة عندما يرى المواطن هذا التواصل بين الحكومة المحلية ومدراء الدوائر في الثانويات وفي مناطقنا وفي قرانا يشعر بأن صوته لم يذهب سدى، يشعر بأنه قد قدم لأهله وناسه ما يستطيع. شعارنا اليوم كمجلس محافظة كحكومة محلية ما تبقى بإذن الله منطقة إذا ما نزورها، ونكون قريبين على أهلنا وناسنا. أنا نزور أهلنا وناسنا ونشوف شنو المعاناة والمشاكل اللي يعانون صاروا سنين، يمكن أكثر من مناشدة وأكثر من مناشدات موجودة ما وصلت، وصلت قسم منها وما وصلت قسم منها، ولكن اليوم إن شاء الله إحنا جايين على هذا الموضوع، وإن شاء الله مضايقكم عامرة بإذن الله، وراح نسمع منكم إن شاء الله خلال. حضورنا بين اهلنا وناسنا بين قامات عشائر وشيوخ ووجهاء محافظه دياله، اليوم هم جيتهم لخدمتكم وجيتهم ان يسمعون معاناتكم ومشاكلكم في جنوب بلدنا. نتامل ان هاي السكه اللي وانت كملنا اياها على مود يصير الخط يتجدد ويصير الكهرباء زينه.